وهيك بكون عملنا واحد من ألذ الأطباق بالعالم، حمص باللحمة. أول شي بنزل التلج وبنطحنه طحنة خفيفة، وبعدين بحط الحمص حب مع رشة ملح وعصير الليمون، وهلا بنطحنهم كمان شوي، بحاول اقلبهم شوي، وبعدها بنزل الطحينة بنطحنها كمان، بنقلبها هلا بالملعقة مشان تتجانس الطبقات. هلا اذا شفناها ناشفة شوي بننزل عليها مي باردة وبنرجع نطحنها. لما بدنا يكون القوام واحد بنقلبها كل شوي وبعدين بنخلطها، وهيك المسبحة او الحمص بيكون عندنا جاهز. هذا هو القوام اللي بدنا اياه، بنفضيها بشي صحن او طاسة نحن لازم نحطها بالبراد ليوم كامل، بس انا مستعجل شوي وحاب اعمل وصفة معاها لهيك رح احطها بس ساعتين. وهلا بنجي للوصفة الأساسية واللي هي الحمص باللحمة. بننزل اللحم مفروم، رشة ملح وفلفل أسود، بننزل البصل، وآخر شي برش عليها شوية قرفة، وهيك بتكون اللحمة جاهزة. وآخر شي رح أحضر الصوص الأخضر، بدنا فليفلة وتوم وبقدونس، عصير ليمون، رشة ملح، وآخر شي زيت زيتون. وهيك جهز عنا الصوص الأخضر.